مرحبا واهلا فيكم بقناتي. وصفة اليوم كتير طيبة، بتنفع كنوع من المقبلات، واهم شيء انها كتير سهلة. هعمل تارت بالطماطم او البندورة. مكونات كلها مكتوبة باسفل الفيديو. ما تنسوا تتابعوني على السوشيال ميديا وتشتركوا بالقناة اذا بعدكم مش مشتركين. وهلأ خلينا نبلش. هبدأ اول شيء بمكونات حشوة التارت. بالنسبة لحشوة التارت، في عندي طماطم مقطعة شرايح، جبنة الموتزاريلا، ملح، فلفل أسود، أوريغانو، حبق وخردل، وفي عندي كمان بصل مقطع شرايح. رح أبدأ أول شي بتتبيلة الطماطم. رح أضيف عليها الأعشاب والبهارات اللي ذكرتها بأول الفيديو، طبعا كمان رح أضيف الملح، كمان ما أنسى أضيف شوي من زيت الزيتون. بحرك كتير منيح لحتى كل هالبهارات وزيت الزيتون تتوزع بشكل متساوي بين حبات الطماطم هيدا الشكل. خلص هيك وبحطن على جنب. هلأ رح انتقل للبصل يلي مقطع شرايح. طبعا انا ما رح استعمله ني، بس رح شوحه وخليه هيك يصير مكرمل. عندي مقلي هون على نار متوسطة، ضفت له شوية من الزبدة وزيت الزيتون. لما الزبدة تدوب كليا رح اضيف على المقلاية البصل، عندي شرايح البصل، وحضل عم قلبهم بهيدا الشكل لحتى البصل يبلش يدبل ويكتسب لون ذهبي. هلأ هيدا الخطوة ممكن تاخد معكم وقت زيادة شوي، يعني ممكن تاخد لها حوالي 20 دقيقة لحتى توصلوا للنتيجة المطلوبة. طبعا رح ضيف الملح، كمان رح ضيف فلفل أسود، يعني نكهتها بشكل بسيط، ما بحاجة أكتر من هيك. رح ضل بشوح البصل، ومثل ما ذكرت انه النار لازم تكون متوسطة، يعني ما لازم تكون كتير قوية ونقل البصل او نحرقه، لازم هيك يتشوح لحتى لونه يصير ذهبي. فمثل ما عم بتشوفوا هون هيدي النتيجة اللي بدي اياها. خلص هيك بكتفي، بطفي النار تحتها وبحط البصل على جنب. بالنسبة للعجينة، عم بستعمل عجينة البوف بيستري يلي بتنوجد بالسوبر ماركت بقسم الاشياء يلي متلجة. انا اللي بجيبها عادة بتكون مفرودة خالصة. رح ارش عليها شوية طحين، وكمان انا حطيت على سطح مرشوش طحين بوسط الشوبك، بس رح مدها شوي صغيرة، يعني بس لحتى هيك كبر شوي المربع. بعد هيك رح اقطعها على ارباع، رح ابدا اشتغل بكل مربع لحاله. انا لكل قطعة رح اعمل حواف للمربع، فاللي حاعمله هو اني رح اقطع خط صغير، يعني تقريبا اقل من 1 سنتي لكل حواف المربع بهيدا الشكل. طبعا هلا رح استخدم هيدي القطعه يلي قطعتها. ففي عندي هون خليط من بياض البيض وشويه حليب، رح استخدمهم كتلزيق يعني. فبوسط الفرشاه عندي رح ادهن اطراف المربع، او بالاحرى جوانب المربع بهيدا الشكل. بعد هيك القطع الطويله يلي قطعتها رح احطها على اطراف المربع او على جوانب المربع بهيدا الشكل. فيكن تشيلوا اي زوايد. وهيك لما نخبز العجينة بالفرن حتعلى الأطراف وتبين كأنه هي هيك عاملة حواف يعني. فهيك بكون خلصت. أنا بس عم شيل الزوايد. هلأ مباشرة رح شيل العجينة وحطها بصينية ضد الالتصاق، أو بصينية مبطنة بورق خبز لحتى ما تلزق. هلأ في شغلة كتير مهمة بدي أقولها، هو أنه إذا حسيتوا أنتوا عم تشتغلوا بهيدا النوع من العجين أنه بلشت تتلزق معكم، بترجعوها على البراد لمدة تقريبا ربع ساعة لتقسى شوي، وبعدين بتخرجوها وبتكملوا تشتغلوا فيها. هلأ رح أبدأ حط الحشوة. عندي هون الخردل، أنا عم بستعمل خردل الديجون، رح يعطيها نكهة كتير طيبة. هلأ إذا ما توفر عندكم بتقدروا تستخدموا الخردل العادي. هلأ رح حط شوي من شرايح جبنة الموتزاريلا، ممكن تستخدموا الجبنة السويسرية أو جبنة التشيدر. هلأ رح أبدأ وزع البصل المكرمل فوق الجبنة، رح وزعهم بالتساوي. وعلى فكرة أنا عملت 2 بالجبنة و2 من دون. هلأ فوق البصل رح حط قطع الطماطم اللي تبلناها بأول الفيديو. هلأ رح أدهن بخليط البيض هالحواف لحتى يعطيني لون حلو وقت الخبز. أنا ذكرت أني استخدمت خليط من بياض البيض بس لأنها كانت موجودة فاستخدمتها، بس أكيد أنتوا فيكن تستخدموا بيضة كاملة مع شوية حليب. هلأ بدخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 400 فهرنهايت أو 200 سلسيوس لمدة تقريبا من 15 ل 20 دقيقة. وهيدا شكله لما يخرج من الفرن، شفتوا كيف أخدوا لون كتير حلو، وإذا بتلاحظوا الحواف شفتوا كيف مرتفعين. هيدي النتيجة اللي أنا بدي إياها، وعن جد الريحة بتعقد، يعني ما بخبركن كيف الطماطم مع البصل والخردل اللي حطيناه تحت والجبنة عن جد كانوا كتير كتير طيبين، روعة. رشيت عليهم شوية من البقدونس الطازة،
اللون والطعم كتير لبقت معهم. عن جد بنصحكم تجربوها، كتير سهلة والنتيجة روعة. فهيدي كانت وصفة اليوم، بتمنى تكون عجبتكم وحبيتوها. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتشوفوا بقية الفيديوهات، وانا بشوفكم بفيديو تاني. باي.